لكن خلونا نتوقف الآن مع خبر آخر لهذا الأسبوع كان ملفت. بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك على أيدي حلفاء روسيا في تركيا، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان روسيا، وهناك قامت وسائل الإعلام بتغطية زيارته، ولكن كانت إيش؟ طبعا كانت مذلة ومهينة في كثير من الأحيان، وقاموا هؤلاء طبعا الإعلاميين بتسليط الضوء على الطريقة المهينة والرسائل السياسية المذلة التي تلقاها في هذه الزيارة. نتحدث عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. المزيد في تقريرنا للزميل يوسف الغنامي، والحديثنا أكيد بقية. الرئيس التركي في زيارة إلى روسيا، وتوقيت لحق بمقتل جنود أتراك على أيادي الروس في سوريا. فماذا كان ينتظر أردوغان؟ انتظار طال وقته حتى تفتح الأبواب لقاعة الكريملين، ولعبة جديدة للرئيس الروسي بوتين في مشهد وثق ونشر على الوكالة الرسمية الروسية. ويسبب حالة من الاستياء والغضب في الداخل التركي وللسياسيين الأتراك. بعد أن تقتل روسيا 36 من جنودنا، نحن من ذهبنا إلى أقدام بوتين يا أردوغان. نحن الأتراك خسرنا معارك كثيرة في تاريخنا، لكننا لم نترك شرفنا على أي من الأبواب. ذهبت ورضيت بانتظارك على الباب. علاوة على ذلك، قمت بالشكر لبوتين، وهو من قدم مقاطع انتظارك أمام الباب للإعلام الروسي. لقد ذهبت وتركت كرامتك على الباب ورجعت، عار عليك. رسالة لم تكن الوحيدة، فعلى مرأى من أردوغان صور لقادة الروس وتاريخ للانتصارات كهذا التمثال الذي اعتلى رؤوس المسؤولين الأتراك لكاترين الثانية الإمبراطورة الروسية، التي صالت وجالت مع العثمانيين حتى استردت السيادة لروسيا. وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية ذكرت أن أردوغان، وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال لا يمكن التضحية بالعلاقات التركية الروسية بسبب محاولات التضليل الإعلامي، وليشكل هذا التعليق صدمة أخرى عن رئيس يبدو أنه لا ينزعج من الإذلال والإهانة. يوسف الغنامي، MBC.